فوز حميد شبات هو انتصار للديمقراطية. الاستقلاليون اختاروا أمينهم العام، نهنئه كما نهنئ كافة الفائزين عن طريق صناديق الاقتراع. لكن أنا في الهيئة الوطنية لحماية الملاعب المغرب أجلنا وضع الشكايات 12 التي نتهم فيها السيد حميد شبات بإفساد العمل الجماعي. وأول هذه الشكايات التي سنتقدم بها هي شكايات لإرشاء مستشارين جماعيين بجماعة فاس، أعطاهم قطع أرضية وأرجعوها له. فهذه العملية للإرشاء كان يجب أن يحاسب عليها السيد حميد شبات. القضاء المغربي كما قلنا يجب أن يتحمل مسؤوليته في ردع الفساد وربط المسائلة بالمسؤولية، فهو كرئيس جامعة ليس من حقه أن يستغل النفوذ ويوزع الأراضي على المستشارين لاستمالته. فهذه أكبر عملية إرشاء يعرفها تاريخ المغرب في بلادنا.